اهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. بنبدا مع حضراتكم دلوقتي في ملف جديد من ملفات الصحافه اليوم، وهو ملف خاص بالصحافه العالميه. الحقيقه انه الصحافه العالميه بالامس اهتمت اهتمام كبير جدا بالخبر الخاص باصابه رئيس الولايات المتحده الامريكيه دونالد ترامب بفيروس كورونا. الجارديان قالت انه اعتبرت انه اصابه الرئيس الامريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانا بفيروس كورونا كانت متوقعة بعدما قلل ترامب من خطورة الوباء على الرغم من وفاة أكثر من 200 ألف أمريكي جراء الإصابة بهذا المرض. الحين ده طبعا واحد من الأخبار العالمية المهمة جدا. نفس الموضوع برضو من بوابة الأهرام فعلها ريغان وبوش من قبل من سينوب عن ترامب إذا عجز عن أداء مهامه بسبب كورونا، فعلها اثنين من رؤساء الولايات المتحدة من قبله. يمكن لدونالد ترامب أن يسلم السلطة مؤقتا لنائبه مايك بنس إذا عجز عن أداء مهامه، وذلك على سبيل المثال أثناء خضوعه لإجراء حجر طبي كعلاج لفيروس كورونا بموجب الفقرة الثالثة من التعديل 25 للدستور الأمريكي الذي أقر في عام 67 بعد اغتيال الرئيس جون كينيدي عام 1963. ويمكن لترامب أن يعلن عن عجزه عن أداء واجباته. إصابة رئيس الولايات المتحدة بفيروس كورونا مش خبر عادي. من بوابة الأهرام بنقرأ الدولار يهبط والذهب يفقد بريق الأسعار، صدمة في الأسواق العالمية بعد تأكيد إصابة ترامب بكورونا. تراجعت مؤشرات الأسواق العالمية صباح اليوم الجمعة بعد إعلان إصابة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى بفيروس كورونا، وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام التعاملات اليوم لتسجل خسائر أسبوعية، حيث تراجع مؤشر رانيك الياباني بنحو 7%. وهبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة، حيث هبط مؤشر داكس الألماني بنسبة 9%، وهبط مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.3%، ومؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 1%. ضم لنا دكتور أشلي أنصارة عضو الحزب الجمهوري لولاية فلوريدا. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير دكتور أشلي. صباح النور. دكتور أشلي، يعني تقييمك لما نشرته دكتور تقييم حضرتك لما نشرته صحيفة الجارديان وسبب إصابة ترامب، هل هو نوع من المرض السياسي أو يعني هو استهان وقلل من خطورة هذا الفيروس فأصابت ولعنت هذا الفيروس في رأي حضرتك؟ أنت بتستعمل كلمات عجيبة شوية بالنسبة لي. أول حاجة أنا عاوز أتمنى للرئيس ترامب وميليندا ترامب صحة وسعادة وإن يرجعوا تاني للبيت الأبيض. للإجابة على سؤالك، هو طبعا الرئيس ترامب مريض بالإصابة بالكورونا فيروس، وده طبعا was confirmed. مش هو بس، ده في حوالي 5 أشخاص آخرين بيعملوا في البيت الأبيض وعندهم نفس الإصابة. إنما هو مش مرض سياسي، ده مرض حقيقي وطبي. من ناحية إن هو كان بيستهين بعملية الماسك أو خلافه، بل بالعكس ده الراجل عمل حاجات ما أظنش إن أي واحد تاني ممكن يقوم بيها، سواء في البيت الأبيض أو في الولايات المتحدة كسيناتور أو حاكم للولاية، بخصوص الكورونا فيروس زي ما قام بيها الرئيس ترامب. طيب دكتور، الحقيقة أنه مهم جدا طبعا أنه نعرف انعكاسات إصابة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على الأسواق العالمية. التأثيرات الاقتصادية المتوقعة إيه؟ هو امبارح فرايدي على 5 PM Eastern Time New York Time كل الأسواق المالية في أمريكا تأثرت بهذا الموضوع. الـ SP 500 تأثر ونزل حوالي 1%، الناسداك نزل حوالي 2.3%. طبعا هيبقى ليه تأثيرات سيئة وسلبية، وكثير جدا من الشركات خسرت مبالغ رهيبة في خلال يوم الجمعة. وطبعا هننتظر إلى الموندي لما تنفتح الأسواق المالية، هو مش هتقدر تبان immediately في يوم الجمعة، بس انتظر الموندي
هتطلع الصورة واضحة وأكثر وضوحا. طيب يعني ماذا عن إدارة شؤون البلاد؟ تم نقل الرئيس الأمريكي إلى مستشفى عسكري طبعا لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وعدم إصابة أحد آخر في البيت الأبيض. هيتم الإدارة إزاي؟ من سينوب عن ترامب في إدارة شؤون الولايات المتحدة الأمريكية؟ هو ترامب ما زال رئيس للجمهورية، والرئيس ترامب بيباشر أعماله، وهو نقلوه لوالتر ريد هوسبيتال في واشنطن دي سي، وهناك مؤهل بمكتب كامل، وايضا المستشارين بتوعه موجودين هناك وبيكلموا تقريبا على التليفون افري هاف ان اور. الرئيس ترامب لا يعاني من الاصابه، ولكن الكلينيكال ساينس بتاعت الاصابه بسيطه جدا. الراجل عنده نوع من الهيدك، ادي واحد. اثنين، ارتفاع درجه الحراره بسيطه جدا، حوالي 2/10، فبسيطة جدا، وقلت القاف، إنما ما فيش أي ريسبيراتوري ستريس. هو دكتور أشلي، هو بيتم الإعلان عن حالته الصحية بالتفاصيل اللي حضرتك بتحكي عنها ده، يعني ده بيعلن يوميا؟ يس، بيعلن. وطبعا في كمان حاجات تانية ما يقدروش يعلنوا عليها، لأن دي حياة خاصة للرئيس ترامب، إنما بيعلنوا عنها في كل ساعتين بتسمعي حاجة. يعني أنا لسه سامع دلوقتي من قيمة حوالي ربع ساعة فقط، الـ ABC والـ CNN عاملين تقرير على حالة الصحية للرئيس ترامب. وبيقولوا كمان مش بس كده، ده بيشرحوا هو دلوقتي بياخد حاليا حاجة اسمها أنتيبيوتكس كوكتيل، وتش ده إذا يعني قوي جدا، أنتيبيوتكس ضد الأمراض الفيروسية بالذات، وبياخد معاها زنك، وبياخد معاها فيتامين سي. فما فيش مش يعني أنا ما شفتش أي إنديكيشن إن الرجل عنده ريسبيراتوري ستريس، يعني تأثير سلبي على الجهاز التنفسي. طيب وإذا حصل هذا ممكن يعملوا له ريسبيراتوري يعني إنهانسمنت. طيب دكتور أشلي، يعني يمكن لوس أنجلوس تايمز كانت بتتحدث عن تساؤل ماذا سيحدث للانتخابات الأمريكية بعد إصابة ترامب بكورونا. في رأي حضرتك لأي مدى قد تتأثر هذه الانتخابات نتيجة الإعلان بالإصابة، ولا الأمر بيتوقف على قدرة الرئيس على التعافي في القريب؟ أنا طبعا أنا أخصائي infectious disease، فبحب أقول كمان إن الكورونا فيروس الانكيوبيشن بيريد بتاعته بتختلف من 48 ساعة وتبقى ممكن أب تو 7 أيام، فبالتالي الأعراض المرضية على الرئيس ترامب حاليا بسيطة جدا وطفيفة، إنما إذا انتظرنا 3-4 أيام بعد كده فهتبان إذا كان هو فعلا الإصابة شديدة عليه، عشان حاجتين، واحد السن بتاعه 74 years of age 74 سنة، وأيضا عنده طبعا الكوليسترول، فده ممكن يأثر على الإفكتفنس بتاع أو الباثوجينيسيتي بتاعة الكورونا فيروس. موضوع آخر، بالقانون الأمريكي الرئيس ترامب already signed executive order لنائب رئيس بنس إن هو بيتولى المهمة إذا كان الرئيس ترامب عاجز على إداء مهمته كرئيس جمهورية. طيب دكتور، يعني بمناسبة بقى كورونا وإصابة الرئيس الأمريكي، ماذا عن الوضع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني حضرتك باعتبارك طبيب، كيف تصفه؟ هل يتجه إلى الأسوأ أم أن هناك تحسن في المؤشرات؟ هو بلا شك انه هيتجه الى الاسوأ، واسوأ كثيرا لما الشتاء بيبقى موجود في الولايات المتحده ودرجه الحراره بتنزل درجات يعني تحت الصفر في الولايات الشماليه كلها، من اول مين، نيويورك، الينوي، اتسترا. انما احنا نظن ايضا ان يجوز ممكن يحصل كمان انفلونزا اوت بريك، فيبقى عندك نوعين من الديزيز موجودين، والاثنين فيروس اللي هم الانفلونزا والكورونا فيروس. فالمؤشرات انا مش شاعر بارتياح، لان الوقت والتايمنج بتاع البريك بتاع الكورونا فيروس في الوقت الحالي بنعتقد ان هيكون في سكند ويف هتيجي على شهر ديسمبر يناير فبراير. شكرا جزيلا، بنشكرك. شكرا جزيلا دكتور أشلي أنصار، عضو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحده الامريكيه.